اخيرا احبتي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى ان هذا الفيديو نال اعجابكم. ما قدرت اكمل، كان باقي معي 3 تمارين بسبب المطر، نزل مطر قوي. اتمنى لكم صوما هنيا وافطارا شهيا. لا تنساش، لا تحاول تكثر اكل هذه الايام، اهتم بصحتك، خلي هذا الشهر يكون لك تغير في حياتك. اتمنى للجميع الصحه والسلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.